محفل حسن خیرات تحفظ دین میڈیا کی جانب سے دلکش پروگرام محفل حسن خیرات روزانہ صبح 8 بجے صرف تحفظ دین میڈیا پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، صدق الله العظيم.